سؤال ليكم مشترك. كل موسم انتقالات طبيعي في لاعب او اتنين يبقوا بين الاهلي والزمالك، مين اللاعب او الاتنين دول اللي احنا هنشوف في شد وجذب كده، اللي هو واحد بيحاول يدفع هنا وواحد بيعلي على التاني، مين اللاعبين اللي ممكن يبقى فيه الاهلي والزمالك عايزينهم في نفس التوقيت؟ بص ما فيش اصل دلوقتي انت لما تيجي تدور على الكره المصريه على النجوم اللي موجودين في الدوري المصري مين، قول الاسماء، مش هتطلع خمس اسماء متميزين. بس انا مثلا ممكن اقول لك توقع مش معلومه، لو ابراهيم عادل متاح للبيع في بيراميدز فاكيد الاهلي والزمالك، يبقى تصوري يعني الزمالك عارف رغبه ابراهيم عادل في الاهلي فمش هيخش فيه. الميزه المره دي في النادي الزمالك السيستم بتاع النادي الاهلي، امير مرتضى منصور شغال بنفس السيستم، اللي احنا هنروح للاعب اللي موافق يلعب نادي الزمالك اللي رغبته الاولى نادي الزمالك. مش هنخش في مزايدات مع النادي الاهلي او مع اي لعيب مش محتاج يلعب في نادي الزمالك. فده السيستم اللي الاهلي دايما كان شغال بيه وده اللي نجح الاهلي. لما تيجي تبص للعناصر الموجوده في الكره المصريه كلها مفيش الاسم الابرز اللي الناس ممكن تتخانق معاه، مفيش لاعب كده تقدر تقول ده احسن، مش ممكن، بس هو يبقى مرغوب فيه في من الفرقتين عناصر كتير. بس انا عايز اقول لك ان في الاهلي تحديدا الناس شايفه ان العناصر اللي موجوده، لما تيجي تتكلم في الاجنحه بيقول لك عندي طاهر محمد طه، عندي حسين الشحات، مين افضل منهم في الدوري المصري؟ فده اللي مخلي حتى الصفقات في الدوري المصري السنه دي الدنيا فتره انتقالات مفيش افضل منهم في الدوري المصري. لجنه التخطيط في النادي الاهلي شايفه كده، شايفه ان اي لعيب هتجيبه من الدوري المصري سواء مصطفى شلبي، بالمناسبه كان في مصطفى شكشك برضو لاعب انبي واعترضوا عليه عشان مستواه متذبذب مش ثابت، شايفين ان اي لاعب هيجي من اي نادي سواء انبي سواء فيوتشر مع احترامنا لكل الانديه، اي لاعب هيجي النادي الاهلي هو برضو انت بتجرب فيه، مش متوقع ان هو يقدم افضل حاجه لان في ضغوط النادي الاهلي، في ضغوط جماهيريه وضغوط فنيه، مفيش اي لاعب هيستحمل الضغوط دي، لازم يكون قماشه مختلفه شخصيه مختلفه بناء على المهارات. يعني لما نيجي نتكلم هو طاهر محمد طاهر لعيب كويس، حسين الشحات لعيب كويس، اي لعيب بيخرج من الاهلي ولنا المثل مثلا في احمد الشيخ خرج من الاهلي مرتين اعاره بيفوز بهداف الدوري بيرجع الاهلي بيقعد على الدكه ما بيقدرش يتحمل الضغوط الجماهيريه، فهم مش عايزين يعيدوا التجربه دي تاني، عايزين يبقى عنده مجموعه من اللعيبه تقدر تتحمل الضغوط، تقدر تكسب باستمرار، تقدر تتعامل مع الضغوط الجماهيريه عشان يقدروا يحققوا نجاحات للنادي الاهلي، خصوصا كمان ان في ازمه ماليه في النادي الاهلي، يعني الاهلي برده مش عايز يصرف كتير على الصفقات لان هو عنده سقف مالي محدد، عنده عدد كتيره من اللعيبه جدا، مش عايز يعمل مشاكل في السكواد السنه الجايه، عنده مجموعه من اللعيبه هترفض تطلع الاعاره، يعني لعيبه كتير محمد شريف اتكلمنا عنه رافض، عرف ان هو خلاص داخل في صفقات تبادليه فقال لك انا همشي. محمد مجدي قفشه بالمناسبه عايز يمشي يروح العرض التركي، جاي له مليون دولار في السنه وهو بياخد 8 مليون جنيه في النادي الاهلي، فشايف ان هو سنه 8 مليون جنيه؟ 8 مليون جنيه محمد مجدي قفشه كانوا 5 وتعدلوا بقى 8. رقم غريب زي حسين الشحاب برضه ما بياخدش الارقام الكبيره اللي الناس متخيلاها دي. فهو شايف ان مليون دولار في سنه في تركيا ويلعب دوري اوروبي مع النادي اللي جاي له العرض، فهو شايف ان ده ما بيضغطش، بس هو شايف ان لو النادي الاهلي يديله فرصه يطلع احتراف هتبقى افضل له. محمد شريف زي ما بقول لك، كهربا على كف عفريت لسه مش عارف هيخلص ادويته هيلعب، طاهر محمد طاهر، حسين الشحاب بعد ما يرجع من العمليه، زياد طارق، عندك اجنحه وعندك عدد كبير جدا من اللعيبه هيعملوا مشاكل لاي مدير فني السنه الجايه لو استمروا كله. طيب.